احمد الناقي، والمهنه مسير محل للمأكولات الخفيفه. السلطات الامنيه ديال البيئه كانت في واحد الجوله ديالها الاعتياديه، جات المحل ديالنا اللي في حي الصناعي للمسير ديالو، هو واحد السيد المكلف وهذا اللي دايرين معاه عقد سير، جاو باش يشوفوا ديك السلعه اللي كنخدموا بها اللي كيخدموا بها المحل، وهذا واش مزيانه، واش لي فورنيسور داكشي اللي كيجيبو واش هو هذاك. ما كانش السيد اللي مكلف، كان السيد اللي خدام قلبوا داكشي، ما كاينش المصدر ديالو، ما دايش من طرق صحيه، عاد جاي المحل دونك جايبينو من مصادر مجهوله، دونك هادشي اللي كاين. وهاد ما كاينش شي حاجه اللي غاف، هي خدات اكثر من الحجم ديالها. الناس وكيسولوا كيستفسروا شنو مع كانت واحد الدرجه كبيره على قبل هذا. انا كنظن ان هذا ما كاينش شي حاجه اللي كبيره واللي تاخذ هذا الحجم كامل. هو بالفعل السيد اللي مكلف ما دار شي اخطاء ديال على حساب داكشي اللي شافت اللي كتبات السلطات الامنيه، بان داك الدجاج اللي جيبو راه غير صالح للاستهلاك، لانه ما المصادر ديالو غير مجهوله. وقبل كنا معاه في نزاع على قبل هادشي، نيت على قبل الحسابات وعلى قبل طريقه العمل وطريقه هذا، كان مع الحاج في نزاع، ودخلوا الناس في الصلح وهذا، وما كانش نتيجه. دخلوا اكثر من 10 ديال الناس وما كانتش نتيجه. كيتفقوا فحال اليوم كيديروا اجتماع ولا هذا، كيتفقوا بالليل، غد لي في الصباح كيقول لي، راه قال لي با لا، على با داك السيد اللي مكلف، قال لي با، راه قال لي لا، داكشي اللي اتفقنا عليه لا، راه ما غيسلكنيش. دونك الحاج خلاه في الخدمه ديالو، ما كيراقب ليه لا السلعه اللي كيجيب لها هذا، حيت مشى دار المساطر القانونيه ديالو. هادشي اللي كاين. السلطات اللي جاو كان معهم الطبيب، والطبيب عنده كيفاش كي فحل مثلا الدجاج اللي لقاو، اون فوا ما عندوش البون ديالو، ما عندوش لا فاكتور ديالو، اوتوماتيكمون كيكون غير صالح، واخا يكون مزيان، واخا تكون ذبحو نتا في الدار وتريت وداك الشيء وغتجيبو، راه ما غير صالح، فهمت؟ حيت مجهول المصدر. دونك داك الكيلوات كاع اللي لقاو جمعوهم، لانه ما عندهمش اون فاكتور، ماشي فحال مثلا هذاك الضروبه ولا هذاك، كيكون فيهم الطابع كيكونوا يلا مذبوحين، وهذا من الباطوار وداك الشيء كيكون باين واضح. الدجاج اللي فيه هذا الاشكال هذا، كاينين الشهود وكاينين الناس اللي دخلوا، كاينين العشرات الناس اللي دخلوا، وكان لامين حتى ديال الزهره، كانوا كيتفقوا المره الرابعه ولا الخامسه، خمسه المرات جلسوا معهم الناس حتى كيتفقوا على شي حاجه. الغد ليه كيقول ليه اودي راه ما مسلكانيش، راه الوالد ما بغاش ليا، والعقد ديال اللي دايرين ليه التسيير دايرينو مع الابن ديالو، الاب ما عنده حتى شي علاقه، بحال هو اللي كان داير ليه العرقاله، وكان مخلي الامور ما كتمشيش مزيان. هادشي اللي كاين. هادي انا متفق معاك فيها، بحال كتحرم رزقك، فهمتي؟ ما بحال كتعطي لشي ناس شي حاجه ما ماشي ديالهم، هو كيعطيك كيقول لك عطيني، بغيت اللحم بقري 100% بقري، غيخلصك باللحم البقري، خصك تعطيه حقه. اما القضيه ديال التخلاط وهادشي ما خدامش، حنا فايتين منبهينو وفايتين وعندنا عليل. هادشي اللي كنقول بالدليل والبرهان. انا اللي كنقول مثلا المحل اللي غيسير واللي غادي يكري مسائل قانونيه نقه، سميتو شويه المعقول، حسابات لي ديالك اللي ماشي ديالك، والكليان تعطيه خدمه مزيانه وتعطيه جوده من ديال الجزاره. بعدا فحال هاد الاشياء هادي بصح كتشوش، هو راه في الصراحه راه ما كاين بزاف الامور خصها تناقش وخصها تقال، ولكن راه على العموم ما كاينش
هذاك الشيء هذا الحجم اللي خدا ما كاينش شي حاجه اللي زعما اللي خايبه بزاف ولا اللي صعيبه. حنا الحمد لله المحلات اللي كاينين هنا في السوالم هنا كاين معروفين بالجوده ومعروفين بالمعقول ومعروفين بالخدمه النقيه ديالهم وداكشي هادشي اللي كاين.